اسعد الله اوقاتكم بكل خير. معكم رحاله مستكشفه ملف صقر. وصلنا الى اجمل الاماكن الطبيعيه على مستوى العالم في هذا المكان الرائع الجميل، وهو يسمى زيرسويو تبيات باركي. هذا موجود في سامسون شمال تركيا. انظروا الى هذا المكان الجميل الرائع الذي جبل جبال نكسوها عشان يتوسط هذا المكان، هذه البحيرة الطبيعية، وهي تعتبر محمية طبيعية فيها الطيور الكثيرة ومنها النادرة. كما تشاهدون هنا جبال كثيرة تحاط بهذه البحيرة الجميلة، وأيضا يوجد مجموعة من الإضاءة والجبال. جينا لهنا للاستكشاف، نطلع على ماذا يوجد في هذه الأماكن على مستوى العالم. أدعوكم لزيارتها، وأهلا وسهلا بكم. ما تحياتي مالف صقر من أضخم المنتزهات الطبيعية والمحميات على مستوى العالم. منتزه زيرسويو.